يا عيني عليك. يلا حركي حالك شوي، حركي حالك. يا عيني عليك يا فايزة. ها لك يأمرني الله. أنا لحظة شوي، لحظة شوي. شو في ابن عمي؟ لكأنه الباب عم ينده. والله يمكن. طفي طفي صندوق. هذا لك عمي. مين جاينا بهالوقت؟ جاي أبي. أهلين يا أبي. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. يلا يلا. حتى انكسر إيدك لأنه إيش كان دقيت على باب بيت أختك. مو هيك القصة يا أبي. لك شو القصة؟ عامل حساب لشو؟ لعين نسوان؟ على الكناين وعيون؟ على بنت الأحمق؟ لك أبي يا دعي وجع راس، وجع راس يا أبي. أنت قلتها، أنت قلتها. لك شلون مزبط مع هالثلاثة اللي كان فهمني هذا شو؟ يخرب بيتك من حالك. لك إذا بتنام على كيد هي وبتفيق على دهرنت هي وليلك ونهارك كيد ودهرني. هي حكيت وهي بكيت وهي شكيت وهي نقيت. لك وأختك. يا أبي كمان أنا مو ناقصني، اللي فيني مكفيني، أنا عندي بلاوي بلاوي. لا عم بلا أبي ناقصك. إذا بتعرف شو ناقصك؟ قلت ناقصك شوية أهل، شوية أصل وشوية مرجمي. كثرة النسوان لك عصام ما بتعملك رجال إلا بالليل، والرجال اللي بالعتمة مو رجال. الرجال اللي ما بتزينوا عروقه ما بتزينوا خروقه. احفظها هي وفمها واختك عروقك وشروشك. ولا هيك كمان بدك تقطعها وما تعرف على حدا. أعوذ بالله يا أبي، أعوذ بالله. بس كمان سعيد قصة وسيرة لحالها. سعيد هيك هلا صار؟ ولك سعيد مو جوز أختك؟ جوز أختي. لك مو صهرك؟ صهري. شوف عصام، سعيد أنا بعرفه منيح، بعرف إنه تنبل وبعرف إنه وشه محامي وبعرف قلة مروته. بس كمان لك أبي، يلي وشه حامي على الدنيا بيعطي الأصل كفو، بيعطي الأصل شو هي؟ كفو. واللي هلا بيطنش أخته بكره بيطنش أمه وأبوه وأهله. لك هيك أنت ولا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله يا أبي. استغفر الله العظيم. أنا غلطت يا أبي، غلطت. أمرني من بكرة، من عند على بكرة الصباح تنتع الثلاثة اللي عند منك هون، بتروح على باب بيت أختك وبتدقوا غداك وعشاك عند منا هنيك. خلاص صار يا أبي. صلة رحم هاي لك أبي، الله يرضى عليك. استغفر الله العظيم. صلة الرحم بتلمة الرزق فرشك، والرزق مع الله. أي الله يعليك. الله يخلينا إياك يا أبي. شو هذا يا أبي؟ خلص ضبو. أنت بكرة شوف شو بيلزم وتصرف لحالك. أمرك. فهمت؟ أمرك. رح أسأل لأختك. باهي يا أبي. عم بمزح معك أبي، عم بمزح معك. ضبو ولا ضبو؟ الله يخلينا إياك. روح خذ بطريقه. إي ما ضيفناك شيء. معلش أبي ما بدي أضيف شيء. أمرك. يلا يلا. يلا. تفضل يا أبي تفضل. يلا يلا. أبي مشان الله ما تعشى. بس تعشى. بس عندي منه. بدي أرجع أذكرك. فهمت علي؟ أمرك. إيدك يا أبي. سلامي. ويكو. نعم ابن عمي. اسمعي انت وياها وياها، على بكرة الصبح بتاخذوا ضرب طريقكم وبتروحوا لعند بيت اختي بولان تقضوا النهار عندها. ليش بقى؟ هيك بدون ليش. من وين طلعت النهار روحة؟ شو تفضلتي فايزة خانو؟ بتروحوا لعند بيت اختي بولان بتقضوا النهار عندها مثل ما الله خلقكم، مش هي؟ امرك. شو عليه ابن عمي؟ اصلا انا مشتاقت لها كثير كثير لبوران. بكره بنروح لعندها وبنعمل لها غدا كمان. ايه يا عيني عليك يا لطوف، هذا الكلام اللي بينحكى. سمعتي؟ اعملوا غدا وساووا وخذوا، نتغدى سوا ونتعشى وبعدين بنرجع. منين طلعت لنا هالروحه؟ قال يا الحلوله في مقواكي، عن جد انك وحده سلاله. خلصي انت وياها وليه؟ هلا لطفيه جايه تقبرني، جايه تشكل قاسي. لا مو مخربتين بوران، اذا انتي ما بتجي رح نلجي لعندك توبريني. اشتقنا لك كثير وجايين نختار معك. فوتي فوتي امي، فوتي على المطبخ، فوتي على المطبخ. يلا نحن رح نكسر الصف لعيك. وين ابنك؟ وينكم؟ انا رح احط الشاي، انا رح احط الشاي. وين ابنك؟ افضل البندوره واكثر. ليش هيك؟ لا لا انا رح احط الشاي.
خبريني. انتو نعيمك ابن عمي، ان شاء الله بتسلم لي طالع مثل النفجة. الله ينعم عليك، الله ينعم عليك. ابن عمي شو انا وضرايري اتفقنا. يا ما بصدق، اتفقتوا وعشو اتفقتوا؟ اتفقنا نقسم الاسبوع بيناتنا نحن ثلاثة. شلون يعني ما فهمت؟ يعني اتفقنا بتنام يومين عند لطفية ويومين عند هدى ويومين عندي ابن عمي. ايه منيح منيح الحكي، كثير منيح. واليوم السابع انت بتنقي على كيفك. ايه لا ما حذرتوا. شبك ابن عمي شو صار بالدجود؟ اليوم السابع اجازة. يخرب بيتكم اجازة. ايه اجازة يخرب بيتكم، كنت فوتوني بعز شبابي. لا يا سلت عافيتي. بعيد الشر عنك ابن عمي، ان شاء الله عدوينك. بس نحن بلا مسفسة خلاص، يوم السابع اجازة نقطة انتهى. ايه رجعنا. شبكو؟ ما في شيء. لك شو صار لك اي؟ لك على بالكم يخرب بيتكم. ثانية شوي. لك ايه لحظة لحظة في وداب عندك. خلص ما في شيء يخرب بيتكم. علي عمي. وين عمي؟ والله شو بيعرفني؟ حمل ضرب طريقه وطلع وترك زبون معي. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يسلمك. في شيء شاغل باله. ايه في شيء شاغل باله عمي، الله يوفقك. مسك لي زبون خلينا نقلع له درسه. مسك لي اياه. يلا صبك لي راسك عمي ابو عماد، يلا بقى يلا هالدرس. رخي حالك رخي حالك. وينه؟ تعال شوي. لحظة شوي. يلا صبك لي راسك، سبته سبته عمي، سبته سبته. هذا آخر درس بتمك عمي ابو عماد، إن شاء الله ألف مبروك. ايوه كتر خيرك عمي. الله يعطيك العافية. هات هات عنك هات عنك. هات عمي. افتح عمي افتح افتح. لا تنسى لي هاي الدواء. خذ عمي هذا الدواء بتحطه بالليل بس، ها مو بالنهار بس بالليل. افتح تمك افتح. ايوه يلا لحظة بفك. السلام عليكم ابو شوقان. وعليكم السلام. لك اهلا وسهلا. شلونك؟ علي بدي اياك تظبط لي هالنقرة. ايه ما تكرم عينك. لك ابو شوكات اللي معقوله هذا اللي اسمه عزيز عمي ابو حاتم عم يعلمه شغله؟ شلون يعني ما عم بفهم عليه؟ هلا شفت عمي ابو حاتم عم يعلمه شلون ينادي على رزقه. ايه شو فيها؟ لك مسكين بيكون اول مره عم يشتغل على البسطه وعمك ابو حاتم عم ياخذ ويعطي معه، ما فيها شيء. ما بعرف يا ابو شوكات، ما ارتحت له بنوب اللي اسمه عزيز. صبحي ابوس ايدك، ها لا تعمل لي فيها ابو جودات، نحن من غير دفع بنرقص. شو بده يكون يعني؟ عويني مثلا؟ بركدن يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله، هذا شكله شكل عويني. ايه ما علينا. المهم يا ابو شوكات، بكره بتشوف انه نظرتي ما بتخيب بنوب. طلع فيه؟ يا لطيف. خير ان شاء الله ابو شوكات، شوفي. ايه شو هالنظرة الدباحة؟ ايه بالشقة الصخر شاق. ايش ابو شوكات ايش؟ قدر قدره قيمة عن سعيد؟ لك وين كان قدره وقيمته لما كان عواطلي ونحن اللي عم نصرف عليه؟ لك هذا واحد بالهموطي وملحه على ديله، غلطت المخلوقة بكلمتين، يروح يطلقها، هذا اللي كان ناقص والله. وكل الله بقاسم الله يرضى عليك، مو هيك بينحكى. شلون بصير الحكي سيدي؟ هلا ما عدنا نعرف نحكي يا ابو عصام؟ ما حدا قال هيك، يا اخي انت سيد من حكى، منيح. سعيد زلمة واقف على الشغل صار له فترة، بنقول عنه عواطلي، بنقول عنه عم يكش دبان، عم يدور على شغل المخلوق، مثله مثل غيره. وليكو ملاقي شغل والله عاطيه الحمد لله، وحاوي بنتي. لك حاوي بنتي؟ بعدين هو ما غلط، بوران اللي غلطيت. لا سيدي بوران ما غلطيت. لك اشهد ان لا اله الا الله. يا سيدي اشهد ان لا اله الا الله، وسعيد دباره عندي. لا سيدي سعيد مو دباره عندك، وانت لا تتدخل ولا تقرب. انت اذا فت بقصه بتنزعها هيك كان. يا سيدي انا رح انزع كل شيء. لك خذوني طريق. شو بدي احكي الواحد؟ اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. اي والله سعاد الله يرضى عليكي. خذي بوران روح المشوار اللي حكينا فيه امبارح لعند ام بدر. فهمتي؟ حاضر ابن عمي. خير ما عملت يا بي، لو القصة صارت عند خالي ابو قاسم كان طربقت الدنيا. خير ما عملت لك، مشان تعرف شلون بيصيروا العرب عربين. مو ما خليتي روح راجعتك روح. اهل العلي العظيم الدنيا فايتة على رمضان، الله يصلحه ويهديه. شلون هيك بيعمل؟ اوف الحق عليها. الله يعينك يا بوران على هالعيشة. وهلا ابن عمي شو ناوي تعمل؟
ما بدك تفوت صلحة بيناته؟ لكن لكن اسمعي محاتم، إذا يوم من الأيام إجت لعندك مطيعة وحكت شو ما حكت عن بيتها، أوعك ما بتخليها تحكي ولا كلمة أبداً. الإنسان دائماً مشاكله بتصير من ورا حكي ومن ورا لسانه، مشان هيك اللي بيعرف يقول كلمته بصون حياته. طلقة طلقة؟ إيه طلقة. ولي يا عرجال، تحملته لما كان أندبوري وعواطلي، وأول ما شم تحت باطه طلقة. إذا متطاولة عليه بدها طلاق، لكان معيب عليها تعير أم بدر بفقرة؟ إمتى كان الفقر عيب؟ إش كان عاملي هيك؟ مو بس بدها طلاق وبدها نشر رقبي كمان. لك إيه هنن أولاد سعاد سبحان الذي خلقهم، رافعين مناخيرهم لفوق وشايفين حالهم. لك إيه حاجتك بقى، كل الناس خير وبركة. قومي حضري لي أواعيه بدي روح. لسه ما شافوا شي، واللي خلق المخاليق اللي صلا يصير فيهم أكتر من هيك بكتير. قال ولاد سعاد حضري لي أواعيه وحاجة بربري. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلي عمي أبو ظافر. شرف شرف عمي شرف. لا عمي سعيد، إذا ما بدك تلبيني وتردني مالي فايد. ما عاش ولا خلق اللي بردك عمي. شرف أنت صاحب فضل. فضلي على حالي، خد لي طريق. يلا يلا شرف يلا. عمي شرف شرف يلا يلا شرف يلا. شوف عمي سعيد، هون حفرنا وهون طمرنا، شار الفضيل على الابواب. ما بيسوى رجال مؤمن مثل حكايتها ما يرجع مرته. عمي ابو ظافر، اش كان المخلوقه غلطت كلياتنا من غلط. يلا بيضاي على اسمك، تسحب حالك تروح على بيت حماك وبترجع المخلوقه مرتك. ما بيسوى كل واحد يضل بقرنه. بيامرك عمي بيامرك، ما بيصير الا مثل ما بدك. لك اصيل أصيل يا سعيد، يلا اسمح لنا. يا الله قاعدين عمي. الله يديمك. يلا 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 يلا. شرفت عمي والله شرفت. الله يزيدك شرف، يطولنا بعمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا عمي أبو حاتم. أهلا وسهلين. خلص ما تعذب حالك، حليناها. السلام عليكم. وعليكم السلام عمي، طولنا بعمرك. شرف عمي أبو حاتم شرف. خيره بغيره، الظاهر كان في مشكلة وابو ظافر حلا. السلام عليكم. وعليكم السلام عمي. وعليكم السلام. هي. هي. هي.